أيضا النني بيرحب بلاعبي المنتخبات المشاركة في الكان. محمد النني كتب على تويتر لكل الإخوة من كل الدول الإفريقية إنه من الفخر والشرف لنا وجودكم في مصر. أضاف أيضا لاعب أرسنال الإنجليزي: استمتعوا بوجودكم في مصر، أنتم في وطنكم. طيب منتخب مصر عمل ايه النهارده؟ منتخب مصر النهارده كان عنده تمرين الساعه 8 في استاد الكليه الحربيه. في استاد الكليه الحربيه كانت اولى التمرينات او اولى التمرين لمنتخبنا او اول تمرين لمنتخبنا الوطني هنا في القاهره. الفتره اللي فاتت زي ما حضراتكم عارفين كان منتخبنا الوطني موجود في برج العرب ومعسكر من يوم 6 حتى امس، كانت كل التدريبات خلال هذه الفترة في استاد الدفاع او انا اسف استاد برج العرب في الاسكندرية، وتخلل هذا المعسكر مباراتين وديتين امام تنزانيا وامام الكونغو او غينيا، انا اسف امام غينيا، والحمد لله مصر استطاعت ان تفوز وتطمئن معظم جمهورها او كل جمهورها الحقيقة على المنتخب الوطني. وبعد كده ان شاء الله منتخبنا الوطني جه على القاهرة واستقر في احد الاوتيلات او مقر معسكر منتخبنا الوطني، والنهارده اتمرن في استاد الكليه الحربيه. طيب منتخبنا بيدور على ايه؟ منتخبنا بيدور على الكان. الكان 2019 منتخبنا دائما او المنتخب الوطني المصري دائما ما ينظر، دي طبعا امام حضراتكم دي الصوره الرسميه لمنتخبنا الوطني لكاس امم افريقيا 2019 مصر 2019. منتخبنا بينظر إلى دائما المنتخب المصري هو من أوائل المنتخبات المرشحة للفوز بهذه البطولة، وبالتالي خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن منتخب مصر يبدأ البحث عن الكان الإفريقية في مصر.